صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم صباحكم تونسي. اليوم الخميس 18 فيفري 2021، موعد جديد يبدا معنا من توا حتى منتصف النهار، فقرات عديده واستضافات تستنى فيكم. رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 71 143 475. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال مختلف الفقرات دبارتنا، وكالعاده ان شاء الله اليوم باش نحكي وناخذوا فكره على جائحه كورونا مع الاستاذ الدكتور نزار العذاري اللي باش يكون حاضر معنا، واللي هو عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا. ناخذ فكرة على الوضع الصحي وكذلك على التلقيح وعلى غيره من المواضيع اللي تحبوا بالطبيعة نحكيوا فيها. كذلك فقرة التغذية اليوم تأمنهن روعة ماتماتي، تنجموا تتواصلوا معنا بالطبيعة. وكالعادة نبدأ ونقول صباح الورد والفل والياسمين المحرز الغنوشي. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بكل يسلم صورتنا وصوتنا من خلال شاشه قناه الوطنيه الاولى، وربي يحفظ تونس الكل ديام حاجه. امين يا ربي. قولوا صباح الورد والفل والياسمين ايمان السيد. صباح النور منى، محرز الشيف اسماء وكيفه الزملاء الحاضرين معنا اليوم في بلاتو صباحكم تونسي، ونهاركم زين انتم سادة المشاهدين اللي اخترتوا انكم ترافقونا في هالصبحيه. كذلك يقولوا صباح الورد والفل والياسمين للشيف أسماء هنيت شلبي. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم أسعد أيام يا ربي. المحرز إيمان منى وكافة الفريق العامل واللي يتفرجوا فينا، عنا فلفل مشوي وعنا الحم في الملح، طلعوا من بعد شنو عنا. وفي الحلو بدينا بالقارص، ان شاء الله باش نعملكم كيك بنين ومزيان برشا مادام طول الموسم متاع القارص. نمشيو لبقية فقرة البرنامج ومن بعد نرجع مع أكثر تفاصيل. إذا حالة الطقس، والحقيقة يظهر لي محرز الكنة اليوم تفاجأنا بالضباب الكثيف على مدينة تونس على الأقل، ولكن طلعنا احنا مانيش مركزين برشا. أنت قلت، أنا كنت باش نقول لك يا أخي ما نجموش نعرفوا الضباب من قبل، وهو الحقيقة ممكن ما ركزناش برشا مع كلامك من البارح، وانت تقول لنا غدوه ان شاء الله باش يبدا فما ضباب. معناتها صحيح صحيح، ان ناكد كلامك والناس تتساءل شنو هي الاسباب والمكونات، شنو هي الظاهره اللي تم تزييرها اليوم. ظاهره الذباب كيفاش تتكون؟ شنو هو الذباب؟ الذباب هو عمليه التنقل من الحاله الغازيه للحاله السائله، المكون بخار الماء اللي يميز ال 24 ساعه الفارطه، وخصوصا ليله الفارطه كونه كنا معنيين بهبوب رياح في اغلبها جنوبيه شرقيه الى شرقيه، وهنا نحكيوا على رياح بحريه بالاساس غنيه من حيث مؤشر رطوبه، من حيث عنصر بخار الماء. وما ننساوش كونه احنا الفتره هذه قاعدين نعيشوا في ارتفاع عنصر الضغط الجوي قدام درجات الحراره المنخفضه مساء وفي الساعات الاولى النهار، طبيعي جدا باش يصير التحول هذا في الحاله الغازيه، في الحاله الفيزيائيه عفوا، من الحاله الغازيه للحاله السائله. هذاك علاش نحكيوا على ظاهره الذباب، اللي هو يعتبر ذباب من النوع الاشعاعي. اش معناتها؟ معناتها كي تسخن الدنيا، كي ترجع الاشعه نتاع الشمس، يبدا التقشع نتاع الذباب. خاطر كثيف نحسوا مازال توا يتسمى، معناتها ديجا احنا كي دخلنا للاستوديو مازال بالكدا بكدا، معناتها ذباب كثيف جدا. ونقولوا موجود في تونس العاصمه، وين الاماكن الاخرى؟ تقريبا انت جيت من بزارة طريق السلامه، معناتها كل مناطق الشمال الشرقي والا الوسط الشرقي كانت معنيه بالخصوصيه الجويه هذه. هذاك علاش نحكيوا على تراجع كبير في مدى الرؤيه الافقيه الى ما دون 100 متر في كل تقريبا اجزاء تونس الكبرى، جيت الوطن القبلي، بنزرت، زغوان، سوسه، وكيف كيف في ولايه القيروان. وكما قلت لك ان شاء الله خلال الساعات القادمه مع ارتفاع درجه الحراره باش يكونوا معنيين بتحسن في مدى الرؤيه الافقيه. ظهرت الذباب تكون اكثر كثافه في المنخفضات في المناطق القريبه من الصدود والغابات والاوديه، واللي هي غنيه برشا فيما يتعلق بمؤشر بخار الماء. هذاك علاش تكون ظهيره الذباب ممكن بكثافه اكبر في المناطق اللي كنا تقريبا ساعه اخرى يتقشع نص ساعه، نقولوا ساعتين هو بدا يتحسن، الرؤيه بدات تتحسن. لكن زاد للناس اللي باش تاخذ الطريق نقول لهم سيسر واحكم وطريق السلامه، ربي يحفظ التوانسه الكل. ممكن هذا ذباب بالحق، مش كل مره اللي فاتت قلتوا لي ما فماش ذباب وانا نخزر فيه كان انا وحدي. اكيد اليوم ذباب كثيف. صحيح، هذه معناتها ظاهره مؤكده اللي تم الرصد نتاعها في مختلف محطات الرصد الجوي المتوفره في الشمال الشرقي وفي الوسط الشرقي لبلادنا. انطلاقه مداخلاتنا تكون من خلال فقره معلومه اليوم كما حكينا كالعاده. البارح حكينا على اولير اللي هو العالم السويسري الروسي اللي كانت عنده الاضافه نتاعو وحجره الاساس فيما يتعلق بالمعادلات اللي هي يتم من خلالها وصف تحرك الموائع من سوائل ومن غازات. وقلنا
كونه البارح تطرق هو لوضعية مثالية ما فيهاش برشا تعقيدات فيزيائية، باعتبار أنه هو خذ الوضعية اللي ما فيهاش عملية دوران وقت اللي نحكيه على التحرك، ما فماش كونه فما كومبريسيبيليتي معناتها الفلويد والسوائل ما هيش قابلة للانضغاط، وكونه العملية هي عملية متواصلة ومسترسلة في الزمن، إنما حقيقة ما هوش هذا اللي يصير. فما مجموعة من الخصوصيات الحقيقية، أكبر خصوصية هي ما يعرف بالفيسكوزيتي اللي هي اللزوجة، كونه فما مجموعة من المقاومة في المكونات اللي هي المكونات اللي تكون السوائل والغازات، والعلماء اللي وصلوا قدموا المعادلات هذوما هما نافيو ستوكس، هذاك علاش تخليدا البحوث هذه سميت المعادلات باسمهم. اليوم باش نحكيو على العالم الاول اللي هو أونري نافيي، العالم الفرنسي اللي ولد سنه 1775 توفي سنه 1836، اللي هو مهندس فرنسي كانت عنده العديد من الاعمال والاضافات فيما يتعلق بالاكتشاف هذا فيما يعرف بميكانيك المواقع، وكانت عنده الاضافه نتاعو حتى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. اليوم نلقاو كونه اجلالا للاعمال نتاعو للبحوث نتاعو، تم نقش اسمه على التور إيفيل. نعم. إضافة ل 71 عالم آخر، وهنا نجم نشوفه كيفاش الدول المتقدمة تأخذ بعين الاعتبار كل البحوث وتقدر العلماء متاعهم. إن شاء الله هذوما حاجات تشوفون في تونس إن شاء الله يا ربي. إذا كما قلنا تو باش خذينا معلومة اليوم، ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة اليوم ودرجة الحرارة المنتظرة. صحيح، هو ما هو معروف جدد يقولوا وقت اللي يبدأ فما ذباب الصباح فهذا مؤشر كون الطقس يكون باهي. علاش؟ خاطر قلنا احنا من بين المسببات نتاع تكون الذباب هو الضغط الجوي المرتفع. فيزيائيا وقت اللي يرتفع الضغط الجوي ترتفع معه درجات الحراره، العلاقه نتاعهم هي علاقه نتاع تناسب. هذاك علاش اللي نتوقعوه اليوم كونوا درجات الحراره باش تكون في مستويات ربيعيه. نعم. خالصه بعد تقشع ذباب الطقس باش يكون قليله، سحب الى مغيم جزئيا على كامل البلاد، ممكن مؤشر رياح مازال يطلب منا نصيب من المتابعه في المناطق الساحليه قد توصل سرعتها المستوى 40 كيلومتر في الساعه. هذا ما يعنيش ممكن كونوا نشرتنا هي ترتقي لمستوى التحذير، انما ناخذ بعين الاعتبار نشاط هذا باعتبار انه البحر يكون مضطرب في الشمال في خليج جابس متموج في بقيه المجالات البحريه، واحنا كالعاده باش نقدموا قراءه تفصيليه لدرجات حراره قصوى المتوقعه في مختلف ولايات بلادنا اليوم. ان شاء الله باش توصل مستوى 20 ظهرا في الكاف، قد نسجلوا 22 في باجا في جندوبه وايضا في سليانه. تونس جهه الوطن القبلي 16 درجه، قد نسجلوا 18 في بنزرت في زغوان. في مناطق الوسط على الارقام اليوم باش تكون في القاسرين سيدي بوزيد 24، نتوقعوا تسجيل 20 في القيروان، 17 في سوسه، في المنستير 18 في المهديه، وفي مناطق الجنوب على الارقام باش تكون في مدنين 23 درجه، نتوقعوا تسجيل 21 في جابس في توزر في قبلي، 20 في صفاقس في تطاوين، وقد نسجلوا 19 درجه في قفصه. وخلال الليله القادمه باش نكونوا معنيين باجواء مغيمه جزئيا على كامل البلاد، قد تتراوح درجه حراره من بين 9 ل 13 درجه، ومؤشر تكون الذباب فتره اخر الليل وخلال الساعات الاولى النهار باش تبقى نسبيا متواصله في عدد من معتمديات الشمال الشرقي والجنوب والوسط الشرقي لبلادنا. ديما نقولوا خريطه اليقظه هي اللي تلخص التدخل نتاعنا. اليوم نلقاو كونه تم اسناد اللون الاخضر لمختلف ولايات بلادنا، مختلف الأنشطة باش تكون ممكنة، أما ديما نأكدوا على التحذير بالنسبة لمستعملي الطريق، طريق سلامة للجميع وربي يبقي ستر لتونسك. شكرا لك محرز، يعطيك الصحة كالعادة، موعدنا يجد معك إن شاء الله غدوة باش ناخذوا فكرة على نهاية الأسبوع شنو ينتظر فينا، طقسنا كيفاش باش يكون. شكرا، يومك سعيد. يومك سعيد. عايشك. احنا تو باش نمشي وبحذا إيمان اللصيد وكالعادة باش نقوموا بجولة في أبرز العناوين الصادرة في تونس. الجولة هذه تأمنها لنا إيمان من خلال معرض الصحافة. صباح النور مرة أخرى إيمان. مرحبا منى. في معرض الصحافة كي العادة عودنا من خلالها أنه نمدوا السادة المشاهدين بأهم وأبرز العناوين الصادرة في صحفنا لليوم. البداية باش تكون مع جريدة الصحافة اللي طرقت لآخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد بالنظر للأرقام الرئيسية المسجلة بتاريخ 15 فيفري 2021 واللي قال على إثرها وزير الصحة أنه هناك تحسن في الوضع الوبائي وذلك بتراجع نسبة التحاليل الإيجابية المخبرية اللي إلى 17% مقارنة ب 20% اللي تم تسجيلها. نعم. في الأسبوع الفارط هذه الأرقام خذتها جريدة الصحافة فيما يخص 15 فيفري 2021. احنا باش نمدوا سادة المشاهدين بخبر آخر فيه أهم وأبرز الأرقام المحينة من قبل وزارة الصحة بتاريخ 16 فيفري 2021، اللي تم تسجيل على إثرها 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي إلى الإصابات إلى 225116 إصابة
الإصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 7651 وفاة بعد تسجيل 34 وفاة جديدة. نمشيو للابريس. لابريس اليوم من جهتها طرقت إلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وين أشار العنوان إلى مسألة وصول الدفعة الأولى من اللقاح اللي باش يتم في مارس المقبل بعد ما كان مقرر في منتصف فيفري الحالي. وهذا جاء بعد الجلسة الاستماع في البرلمان لوزير الصحة فوزي مهدي ولممثلين عن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا. يكون معنا بعد حين الأستاذ الدكتور نزار العذاري اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل. صحيح، اللجنة هذه أكدوا على إثرها الممثلين اللجنة العلمية أنه الدفعة الأولى من التلقيح باش تكون حاضرة في مارس، وباش تتلقى على إثرها تونس 93600 جرعة من لقاح فايزر، باش تمكن اللقاحات هذوما من تمكين من تلقيح 46800 شخص من العاملين في القطاع الصحي. نعم. لكوتديان اليوم طرقت إلى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة اللي دفعت ناقوس الخطر، واللي أشارت إلى أنه جائحة كورونا مناقض دمرت الاقتصاد التونسي، حسب ما جاء في العنوان كما قاعدين نشوفه أنه اليوم نحكيه على 35% من المؤسسات المتوسطة والصغرى تعيش في وضعيات صعيبة وصعيبة للغاية. كذلك تم تسجيل فقدان أكثر من 300 وظيفة، وهذا بسبب خلينا نقول تراكمات الوضع الاقتصادي والمالي من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الأزمة الصحية في علاقة بفيروس كورونا. وهذا اللي خلى الخبراء الاقتصاد اليوم يناديوا بضرورة مزيد بذل الجهود وتسخير كل الإمكانيات اللازمة من أجل اقتناء التلقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن. نمشيو للصباح. الصباح أيضا تناولت تقريبا نفس الموضوع وعنونت بي انكماش اقتصادي غير مسبوق، فرضيات الحكومة تسقط تباعا والميزانية تترنح. عنوان آخر للصباح زاد في علاقة بالوضع الاقتصادي يقول الدينار التونسي ينزلق ب 5.2% مقابل العملة الأوروبية اللي هي اليورو، وذلك نتيجة تداخل عدة معطيات اقتصادية ومالية في علاقة بالوضع الوبائي وكذلك الوضع السياسي المتأزم اللي تعيشه بلادنا في الأشهر الأخيرة. المغرب اليوم منافي عددها الأخير قامت بحوار مع زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، اللي قال أنه حكومة هشام المشيشي اليوم لم تعد قادرة على الاستمرار ولا بد من إيجاد بدائل في أقرب وقت ممكن. نعم. لأن المشيشي بإعفائه للوزراء قد عمق ربما الوضعية، والحل حسب زهير المغزاوي حسب المقال أنه في أنه المرور إلى الحوار اللي قد يطرقنا أو يخلينا ينبثق على الحوار هذية حكومة سياسية وحكومة تكنوقراط. المغزاوي أيضا من خلال المقال قال إنه رئيس الحكومة هو في واجهة الصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس أصل الصراع. نعم. ولأنه قال لأنه الحزام السياسي لهشام المشيشي يساهم أو يعمل على مزيد تصعيد الأزمة وكذلك تصفية الحزام تحقيق وضع متشعب شوية. نعم. تصفيت الحسابات مع رئيس الجمهورية على حد تعبير زهير المغزاوي بطبيعة الحال من خلال جريدة المغرب. نختم جولتنا اليوم مع جريدة الشروق. الشروق تناولت جديد ملف القمح المسرطن، وأشارت من خلال المقال إلى تحقيق النيابة العمومية في صفقات القمح الفاسد بمخازن قبلات بباجة، اللي تم على إثره تحجير السفر على ستة مسؤولين كبار من بينهم الوزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، وانكشفت التحقيقات الأولية عن جملة من الخروقات. نعم. وكذلك استغلال النفوذ، إلى جانب تجاوز المتهمين لقانون الصفقات العمومية وكذلك التلاعب بمبلغ الصفقة العمومية وغيرها من الشبهات الفساد المالي في هذه العملية. شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة على الجولة هذه
اللي قمنا بها. نذكروا السادة المشاهدين برقم الهاتف موضوع على ذمتكم 71 143 475. نجموا تتواصلوا معنا في مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضره معنا في برنامجنا. كما قلنا لكم اليوم باش نرجعوا باكثر تفاصيل بالطبيعه الوضع الصحي فيما يخص كورونا. وكما قلنا لكم التحق بنا الاستاذ الدكتور نزار العذاري اللي هو عضو اللجنه العلميه. وباش نجيب احذاه صباح الورد صباح النور دكتور الميكرو صباح الورد صباح الخير مرحبا مرحبا بك دكتور. شكرا اول حاجه على حضورك معنا، شكرا على تخصيصك للوقت خاطر نعرف وقتكم ثمين جدا، وشكرا مجهودات الحقيقه اليوم قد ما نقول لكم شكرا وشويه لانكم في الصفوف الاماميه. الحمد لله فما تحسن حسب المعطيات الاوليه في الوضع الصحي، ناخذ اكثر تفاصيل معكم. الحمد لله معناها المجهودات الكل ما مشاتش خساره، ثم مجهودات كبيره قاعده تعمل فيها الدوله والاعوان نتاع الصحه، والحمد لله النتيجه هي موجوده، وان شاء الله يقعد هالاستقرار هذا النسبي ان شاء الله يا رب، والتراجع النسبي هذا ان شاء الله يقعد. احنا متفائلين بون، والحمد لله ان شاء الله الفاكسان ما عادش يزيد يطول برشا، وان شاء الله بحول الله نرتاحوا من الافه هذه والوباء هذا عن قريب ان شاء الله في تونس. مهم برشا كما قلنا دكتور انه المحافظه على الراحه شويه كان نجم نقولوا معناتها كارتياح صار على الاقل في النتائج اللي ولينا نشوفوا نشوفوا فيها معناتها، مهم برشا نحافظوا عليه هذا في انتظار وصول الجرعه الاولى من التلقيح اللي الحقيقه صار تاخير معناتها بالنسبه للدات الاولانيه اللي كانت موجوده. يمكن خلينا نزيدوا نفسروا اكثر للساده المشاهدين لانه فما حاجات تتجاوز يمكن حتى لوجستية بعيدة علينا احنا معناتها اقوى من تجاوز تونس. نعم تجاوز تونس ما يصيرش نفسروا لهم نحاولوا نبسطوا دكتور باش تزيد الناس تفهم اكثر كيفاش يصير معناتها الامر هذا. هو معناها ثم شروط وضعها المنتجين فهمت، وهما اللي وشروط جديده ما كناش احنا في بالنا بها من قبل، وهذيك اللي زاد تعطلت شويه الامور. اما بحول الله ماهيش باش معناها الحكايه نتاع 15 يوم على اقصى تقدير ويتحل الاشكال وياخذ الفاكسان لتونس، وبحول الله التوانسه معناها ياخذوا الفاكسان وتمشي الامور كما ينبغي. انا توا التراجع النسبي هذا ان شاء الله التوانسه حاجه تفرح، لكن ماذا بينا ما يترخاوش ماذا بينا معناها الناس تواصل في احترام الوسائل نتاع الوقايه والارتداء الكمامه اللي هي شوف سناء لاحظنا حاجه اللي سناء حتى الجريب العاديه معناها حالات نادره صحيح. علاش على ارتداء الكمامه؟ هو حاجه به معناها هي الكمامه جابت معناها نتيجه فهمت، ولذا باش نواصلوا فيها مده شهرين وثلاثة شهور من هنا معناها الماي ولا الواحد يظهر لي ما عادش برشا نجم نشد روحنا ونكملوا في النسق هذا. دكتور نعرفوا اللي الجرعات الاولى ان شاء الله بتاع التلقيح باش تكون بتبيعها لكم الاطار الطبي والشبه الطبي معناتها الناس اللي في هي للطبي وللشبه الطبي، لكن مش طبي كله شبه طبي كله خاطر الناس اللي يخدموا في الكوفيد في الصفوف الاماميه تاع الكوفيد الاماميه واللي قاعدين يعالجوا في المرضى الكوفيد واللي يعملوا في التحاليل واللي هما اكثر عباد عرضه للمرض، لكن الناس الاخرين المهنيه الصحه اللي بعاد شويه ممكن يكونوا مرحله ثانيه بالنسبه للمواطنين العاديين اللي عندهم امراض اللي عندهم مثلا بعض الامراض اللي نعرفوها اللي هما معناتها عندهم الاولويه وقتاش تقريبا معناتها باش يتم باش يكونوا في المجموعه الاولى والا ابتداء المجموعه الاولى الفئه العمريه اللي فوق ال 70 سنه هذيك مش تكون من الاول، وهذيك هي الفئه اكثر فئه اللي معناها تشكل خطر واللي هي معناها فراجيل معناها نقولوا احنا معناها عرضه اكثر للتعكرات الصحيه. دونك هذيك مش تكون عندهم الاولويه. ومن بعد الناس الاخرين اللي عندهم امراض مزمنه زاده كيف هما اللي باش يتعاونوا. احنا توا معناها الناس لازم تعرف ثم ساعات شكون اللي ما عندوش مرض مزمن لكن مثلا عنده السمنه. السمنه مثلا سي ان فاكتور معناها ماذا بي سي ان فاكتور دو ريسك داغرافاسيون في الكوفيد. لاحظنا توا ثم منشورات علميه قاعده تمشي توا وثم ناس اللي كيما نقولوا احنا عندهم امراض القلب وعمر السكر هذوما كل معروفين اللي هما عرضه اكثر للتعكرات كي يمرض لكن ثم زاده كيف ناس اخرين اللي هما كيما قلت لك اللي عندهم السمنه اللي هما زاد عرضه للمرض رغم اللي معناها ما عندوش امراض اخرى تلقاه معناها معرض اكثر ولذا الناس اللي عندهم
عندهم عرضه اكثر هما اللي باش تكون لهم الاولويه ان شاء الله. دكتور بالنسبه للناس اللي قاعده تقيد معناتها وين وصلنا تقريبا؟ هل انه انتم مرتاحين على الكم نتاع التوانسه اللي قيدت؟ لا لا ما معناها ما كناش متوقعين العدد، العدد اقل برشا من من المتوقع. وراو الناس ثم ناس مازالت متخوفه فهمت، لكن اذا كان الناس بدات تتلقح واذا كان بحول الله مثلا حتى شيء وكل الناس كل من بعد بشوي يتبعوا الناس، احنا التونسي هكاك راهو كيرا اخوه عمل اللي هو يولي يعمل بعد. هو الدكتور يمكن حتى نبسطوا للساده المشاهدين خاصه الناس اللي تتفرج فينا، تعرف مجموعه كبيره منهم اللي في الدار وناس كبار وكل تتبع فينا الصباح، شنو النجم نقول لهم على الفاكسان هذايا؟ خاطر احنا اليوم في تونس باش نجيبوا برشا انواع تاع فاكسان، معناتها خلينا نفسروا لهم شنو هي الخصوصيه، شنو هو يحميهم، كيفاش يحميهم، حتى نبسطوا لهم اكثر باش تكون العمليه على الاقل باش يكونوا عندهم الوعي التام باش يمشيوا يقيدوا ضمانا لصحتهم. هو بالنسبه للناس الكبار اللي في العمر واللي عندهم امراض مزمنه ما ثماش اختيار، معناها يلزمهم يلقحوا. كي يمشي يلقح الانسان ياخذ تلقيح شنو مش يعمل؟ باش يكتسب مناعه، باش تولي عنده المناعه، واذا كان ولات عنده المناعه حتى كي يتعرض للفيروس ويدخل الفيروس لبدنه باش يلقى المناعه حاضره وتغلب الفيروس وما يحس بحد شيء وما يفيق بحد شيء ويتعافى. وفما بعض حالات اخرى حتى معناها اذا كان ما عملش مناعه 100% كي يمرض لا قدر الله بالكوفيد المرض يجي خفيف على الاخر ما يجيش مرض قوي قوي. هذايا معناها خاطر توا ثم ناس تقول لك انا بالكش انا نلقح وما نكتسبش مناعه. اي صحيح هو ثم بعض معناها بورسنتاج قليل مع نسبه قليله اللي يمكن ما تكتسبش مناعه كما ينبغي، لكن حتى اذا كان تمرض يجي المرض خفيف ولذا مش تكون النتيجه نتاعو ان شاء الله طيبه، ان شاء الله طيبه كما اللي شاهدناه في العالم، ومعناها مش يحمي مش يرتحنا ان شاء الله من الوباء من هالوباء هذا بالحق اللي هو تعبنا الحقيقة خاصة الجانب النفسي هذا عندنا ما نخدموا عليه معناتها يذول لي. اي ثم عندكم ملاحظة أخرى بالنسبة للناس اللي مرضت بالكوفيد حتى بالنسبة للناس اللي مرضت بالكوفيد وتعافات الأشهر الأولى ماهوش منصوح باش يعملوا الفاكسان، يعني من بعد نشوفوا على خاطر مازلت عنده المناعة وتوا من جد دكتور فما حاجة بركة باش نكون هنا، فما ناس مرضت وعاودت مرضت بالكوفيد. هذه النسبة نقول لك النسبة تقريبا تاع 1.5% فيهم أسمى شاف أسمى عاودت مرضت مرة أخرى في 1.1% تقريبا 1.5% من الناس اللي تمرض وتعاود تمرض من جديد، ماهيش نسبة كبيرة لكن موجود. فهمت؟ باش ننصحوهم لكن ثم مدة خاطر شهرين ونص تقريبا تفوت شهرين ونص شهور ونص ابتداء من شهرين ونص فهمني، اما اللي فرد شهر هذاك راه ماهوش عاود مرض هذاك مخلفات الكوفيد. اما النسبه كما قلت لك تقريبا 1.5%. مهم برشا كما قلنا الكوفيد الحقيقه دكتور قد ما نحكيو عليه برشا حاجات مازلنا نجهلوها، نشاهدوا حاجه لابخي كوفيد معناتها ما بعد الكوفيد فما كل واحد شنو الاعراض اللي تظهر له شنو نوع، فما مثلا توا الدراسات الجديده ذولي فما تيح للشعر بصفه كبيره برشا مثلا دي شو دو جفو برشا توا فما في العالم قاعدين يمكن دراسات قاعده تخرج برشا حاجات معناتها تمس شوف اعراض مختلفه واعراض معناها متفاوته الخطوره وعديده لكن احنا نلخصها في حاجتين ثم معناها مخلفات تشكل نسبة قليلة من الخطورة وثم مخلفات اللي ما عندهاش خطورة اللي يشكلوا خطورة هما حاجتين هما الأعراض التنفسية معناها الجهاز التنفسي اللي الإنسان يقعد ما عنده مشكل في التنفس بعد أسبوع وبعد أسبوعين ما يتعافى وكي يعمل أي مجهود يولي يلهث ويبدأ تعب وثم المخلفات الاخرين اللي مش مخلفات هما المرض اللي باقي مازال يتواصل هو التخثر نتاع الدم اللي نجم يقعد تقريبا اسابيع اخرى بعد المرض. وهذاك علاش تو بعد نرجعوا شنو الناس يلزمهم يعملوا بالضبط. هذا النوع الاول من المخلفات اللي تستوجب معناها عنايه ومتابعه صحيه. تبقينا ثم مخلفات اخرى بنطمنوا المواطنين الناس تسمع فينا حتى الكبار في العمر وكل راهو انسان اذا كان مرض وتعافى بحول الله تعافى الحمد لله ولاباس، مش تقعد له شويه ساعات تقلق وشويه يحس روحه فاشل شويه يحس روحه معناه عنده شويه اوجاع في الظهر اوجاع في 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 المفاصل في المفاصل يحس روحه ماهوش ناشط ثم ينسى الكلمه ساعات يكون مش يقول كلمه ينساها ما يلقاهاش ينسى مثلا ولا التركيز مش يركز شويه ما ينجمش يتعب شويه في التركيز
هذا سهو نقول واحدة زاد سهو زاد كيف كيف بلغتنا نحن، هذا موجودين الأعراض هذه وموجودة بنسبة كبيرة حتى بالنسبة للناس اللي مرضوا وتعديت حالة خفيفة ينجموا يعملوا شيء هذا وينجموا يلاحظوا اللي هما عندهم القلق هذا. وثم اللي زاد كيف كيف ثم الناس اللي تفقد حد الشم ولا التذوق وتقعد تتواصل معهم أسابيع بعد وتنجم تقعد حتى 6 أسابيع بعد وهم باقي ما موجودين. ولذا احنا نقولوا في الاخر شنو الحل تو هذوما باش ينقصوا هالمضاعفات هذه وباش نحميوا رواحنا. المنصوح به واللي نعرفوه اللي الانسان يزمو يشرب برشا ماء، معناها كي يشرب يزمو يشرب اكثر من لتر ونصف تقريبا ماء بالنسبه للناس حتى بعد ما يتعافى المرض هذاك ما فيها باس، معناها يزمو يشرب لكن حتى بعد ما يبرى يتعافى يزمو يقعد يواصل يشرب في الماء تقريبا اقل ما يمكن لتر ونصف من الماء في اليوم. وثم الاكل المتوازن، مش معناها الاكل ماش باش يفطر مقرونه ويتعشى كسكسي والى اخره، هذا ما يساعدش. اللي معناها منصوح به هو ماكله الخضره، يزمو ياكل خضره برشا خضره وياكل ماكله متوازنه ويعمل شويه كما نقولوا احنا مجهود خفيف، معناها يمشي على ساقيه يعمل يتحرك يعمل 20 دقيقه 30 دقيقه مشي في اليوم. دكتور الحقيقه برشا تليفونات قاعدين يجيونا باش ناخذوا معنا مدام عايشه من تونس. الو صباح النور. صباح النور مدام، مرحبا بك. مرحبا، تفضل شنو سؤالك للدكتور يا عايشه؟ بالله نحب نسأل الدكتور على سنتروم، نشرب سنتروم وعندي الغدة نتاع الغدة سيروي وعندي شوية نشرب بلوبريس نتاع سانسيون شوية. هي مرضت بالكوفيد؟ انت مرضت بالكوفيد مدامة؟ لا ما مرضتش بالكوفيد جملة. سؤال آخر. باهي الحمد لله. باهي رد بالك على روحك، قيدت ولا مدام عايشه؟ العمر راني 66 سنه بريسك. لا ما زلت صغيره. لا ما زلت صغيره. بعد ال 75 عام نقولوا كبر. عايشك يفضلك يفضلك. اي قيدت ولا قول لنا قيدت ولا؟ والله قيدت وبعثوا لي النوبه وكل شيء اللي تحفظ به، اما خايفه من التلقيح. لا ما تخافش. شنو اللي مخوفك؟ تو الدكتور يجاوبك. خايفه من السنترا. انا خايفه من السنتروم ما نحبوش، خاطر دنيير ما الطبيب نتاعي كيف شاف التحليل نتاعي وكل شيء خلي يمكن نحي لك السنتروم. لا هو اللي ياخذوا في السنتروم تو كيما اللي عندها هي معناها المرض لا يلقحوا، ما عندهم حتى اشكال في التلقيح على خاطر الزريقه اللي باش يزرقوها ما تدخلش في الميوسكل، ما تدخلش في العضلات، تمشي في الجلده. تمشي في الجلده راهي فوق، ما تقلقش. كيما الفاكسان العادي. الفاكسان نفهموا فيها ما يدخل في عرق لا شيء، معناها حاجه خفيفه ما تقلقش، موش ما يشكلش خطوره، فهمتني؟ ومعناها حتى السنتران راهو ساعات كيمشي يزرق وبرشا زرق ولا باش يعطيه حاجه، معناها ساعات يوقف واحد انسان نهار ويبدل بحاجه اخرى ومن بعد يرجع يعاود ياخذ الدواء نتاعو. حسيت ما ثماش اشكال في الحكايه هذه. في الحكايه تبقينا توا بالنسبه لها هي لازم تحافظ على روحها حتى لين يجي الفاكسان. ولا قدر الله اذا كان الانسان اللي يمرض اللي كما هي بالضبط يلزمه يبدا العلاج كما قلنا قبل في اقرب وقت، اذا كان استبرد ولا معناها حس عنده اعراض نتاع نزله موسميه ولا غيره يلزمه يعالج في اقرب وقت ويعتبره ككوفيد حتى ياتي ما يخالف ذلك. هذه هي الحاجه اللي نجم ننصحوا بها العباد اللي من نوع عندهم من الامراض. يعطيك الصحه دكتور، الحقيقه مهم برشا انه معناتها نوعيوا الناس ويفهموا ونبسطوا نكون المعلومه هو هذايا. اليوم يعطيكم الصحه، انتم متواجدين في برشا اماكن ونعرفوا ناخذوا من وقتكم ثمين جدا، لانه زاد فما زاد العشرات من التوانسه اليوم في المستشفيات من جراء كورونا. حبيت نعرف الدكتور توا الناس اللي تدخل للمستشفى، نعرف اللي انت في شارل نيكول الحقيقه تحيه خاصه للسيرفيس الكل كوفيد شارل نيكول، انا تجربه شخصيه معناتها تحيه كبيره برشا ليهم وللسيرفيس الكل كوفيد في تونس الكل، يعطيكم الصحه على المجهودات اللي قاعدين تقوموا فيهم على حسن التعامل خاصه والمعامله للمرضى، لانه شهادات حلوه برشا قاعده توصلنا، ناس قاعده بالحق يقول لك تعاملوا معنا كما كان معناتها وليداتنا، ناس كبار معناتها خايفين مش فاهمين شنو المرض، التعامل كان راقي. هذايا اللي نحبوه، هذايا المطلوب دكتور، معناتها مهم برشا انه يلقى راحته زاد المريض خاصه في المعامله مع كما قلنا النفسانيه، الجانب النفسي ياسر سناب. النفسي عنده قيمه كبيره ياسر،
وللاسف هو حتى برشا حتى اللي يرقدوا في المستشفيات وكل تقعد لهم بعد حتى بعض المخالفات النفسيه وعلاش على خاطر زادة يعيشوا مرحله صعيبه الكلمات اللي عديهم في المستشفى تكون مرحله صعيبه معناها قد ما تعاونوا نفسانيا وقد ما تحكي معاه وقد ما وباقي يقعد معناها الانسان معناها النجم تقعد له مخالفات علاش خاطر زادة ينجم يكون هو موجود راقد ويرى المريضه اللي راقد بحذاه ولا في بيته اللي في جنبه يراها حالته تتعكر ساعات للاسف يراها توفى فهمني تولي تقعد له هو بيده معناها يقعد متقلق والناس تخاف تقعد خايفة وكل خوف هذاك يتمادى حتى ساعات بعد لما يتعافى يقعد الإنسان خايف معناها إبروف صعيبة صعيبة برشا على الناس الكل حتى احنا توا احنا برشا ممرضين وبرشا حتى أطباء معناها صغار السن وكل ما همش مستنسين يراو معناها بصفة هذه يتقلقوا معناها هو قاعدين دكتور بلي جوست على العباد كي تدخل السبيطار وكل باش يأخذوا معلومات خاطر تعرف كي ينقطع معناتها يمشي كوفيد ما عادش نجم نقولوا احنا الكونتاكت تزوروا يوميا يظل فما ان سيستيم معين خلينا نفسروا كل مستشفى وعنده خلية. هي متاع كوفيد هي اللي تتكفل تكلف بالحكاية هذه ما نعرفش في المستشفيات الاخرين كيفاش قاعد يصير مي في انا احنا نحكيو في شهر نيكول احنا في شهر نيكول بالنسبه للناس اللي ترقد في الاقسام نتاع الكوفيد فهمت ثم زوز اقسام المسؤول على القسم هذاك ابتداء من تقريبا من الساعه الواحده بعد الزوال الى الساعه الثالثه يقعد مع اهالي المرضى باش يفسر لهم شنو هو الحاله الصحيه ويجاوبهم على التسجيل يزور لي مرتين في الاسبوع هكا فهمت مك تعرف ما تلقى واحد ولا يخدموا ما يرتاح زاد وما يكمل ومن بعد يعاود يرجع المرضى على كل حال موجود هذا عملنا معناها طبيبه مكلفه هي ما يعطيها صحه هي تجاوب على سؤالات الكل وتعطي المعلومات الكل باش الانسان يطمئن معناها. نعم باهي دكتور عندنا مكالمه هاتفيه من القيرة وين هاجر صباح النور هلو صباح الخير مرحبا بك اختي شنو التسائل نتاعك يعني مرت بالكورونا وكل ورقت في الصديقة انا ديما خرجت حاسي لواني تعبت تعبت بالقديم معناها ورقت 12 يوم في السبيطار وكل شيء خرجت الحمد لله ارتحت اما شنو بدني عندي الفشله في بدني نطفى عليك عايش وعندي شهيه الميك لما كنت شنيك يعني عندي السكر كان نحب نشر الدكتور الفشله ذي انا مش تقعد معايا معناها ديما ولا هو توا يعطيها صحه هي توا اثارت موضوع هام برشا علاش على خاطر الانسان اللي عند المواطنين اللي عندهم المرضى اللي عندهم المرض بتاع السكري والناس اللي عندها القلب ولا الدم الى اخره لاحظنا اللي بعد الكوفيد تدخل بعضها شويه الامور معناها ساعات السكري يولي يكون راكح يولي ما عادش راكح يكون الدم راكح يولي يطلع ولذا ننصح الناس الكل اللي عندها امراض مزمنه امراض القلب من قبل ولا معناها ارتفاع ضغط الدم ولا سكري اذا كان يتعافاوا من الكوفيد ماذا بهم يعالجوا في اقرب وقت ويعاودوا يشوفوا الاطباء نتاعهم باش يشوفوا السكر يطلع في الكوفيد كل انسان عنده يمرض بالكوفيد وعنده سكر اغلب الحالات اللي عندهم سكري يولي السكر يطلع توا الفشله اللي تحكي عليها الاخت تنجم يكون ارتفاع نسبه السكر بصفه غير عاديه اللي مش مستانسه بها هي فهمت والفشله هي حتى من غير السكر هي موجوده في الكوفيد لكن الواحد يثبت في السكر نتاعه بالنسبه للتيرويد كيف تدخل بعضها شويه الدم يطلع يكون عنده انسان 14 13 في العاده بعد الكوفيد نقيسوا نلقاو عنده 15 16 ثم دقات القلب ساعات تولي مش منظمه بالنسبه للعباد اللي هما عندهم كما قلت لك الامراض من قبل المزمنه ولذا كل انسان عنده مرض مزمن من قبل سكري او غير سكري اذا كان يتعافى منصوح ويلزمه ماذا به يعاود يعالج ويعمل تحليل نتاع دم باش يشوف السكر نتاعه ويعالج يشوف طبيبه باش يعاود يعمل له كونترول احنا ويثبت فيه بالكدا. يعطيك الصحه دكتور شكرا لك انا باش نحب نخلي لك كلمه الختام للناس اللي تشاهد فينا اليوم شنو ابرز النصائح بالطبيعه اللي نجموا نقدموهم اليوم للساده المشاهدين خاصه قلنا مهم برشا يمشي ويقيدوا هذايا لانه انتظاراتنا اكبر من العدد هذا اللي قاعد قيد اللي هو مازال الحقيقه دونك يلزمهم يتشجعوا يمشي ويقيدوا بالنسبه للفاكسان وبالنسبه للعادي لحياتنا العاديه شنو يلزمنا توا احنا معناها ان شاء الله
الفاكسان مش يكون متوفر، مش يكون متوفر للمواطنين الكل إن شاء الله. معناها للي ما يستحق الفاكسان مش ياخو الفاكسان، والدولة معناها ثم كميات كبيرة مش تجي من الفاكسان وثم مراحل. دونك ما نخافوش وما نتلهفوش على الفاكسان، بحول الله الناس كل تاخو معناها اللي يستحق ياخو الفاكسان. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، رغم اللي باش نجي الفاكسان لكن الكمامة ماهيش باش تنحى الأشهر الأولى حتى وقت نقوم بالتلقيح. في عملية التلقيح وحتى بعد التلقيح بأشهر بعد التلقيح الناس مش تواصل، لازم تقعد تلبس الكمامة وتحترم وسائل الوقاية من الكوفيد. والحاجة الأخرى اللي نجموا النصيحة الأخرى اللي نجموا نفيدوا بها المواطنين، بالنسبة للناس اللي ما مرضتش الكوفيد، لا قدر الله يمرض ما يقعدش في داره وما يقولش هاني عندي قريب وما عندي حد شيء وهاني قاعد لباس وهاني تحسنت. لا، إذا كان إنسان كرش ولا تجري ولا إذا كان ولا معناها يكح ولا مستبرد، احنا نقوله إنسان مستبرد، يلزم ياخو يعالج أقرب طبيب متاعه ويعتبر مرضه كوفيد حتى يأتي ما يخالف ذلك. والنصيحة الأخرى بالنسبة للناس اللي مرضت بالكوفيد ويتعافاو، يواصلوا ارتداء الكمامة واحترام وسائل الوقاية حتى بعد المرض متاعهم، خاطر ثم نسبة كما قلنا متاع 1.5% تقريب باش ينجم يعاود من جديد، وثم زاد كيف كيف باش هو بيدو ما يتسببش في نقل العدوى الإنسان ما مرضش. واللي مرض وتعافى يواصل الأسابيع الأولى شرب الماء أكثر من 1.5 لتر ماء، ويأكل الخضرة بالكدا، ويعمل يحاول يمشي ويتحرك ما يقعدش قاعد في الدار، فهمت، باش نجتنبوا مضاعفات التخثر نتاع الدم ونجتنبوا معناها المضاعفات نتاع الكوفيد اللي تنجم تقعد معانا ساعات تطول حتى 3 أشهر واكثر. هو دكتور كنا نقطه اخيره معاك، كنت حكيت بكري قلت الناس اللي مرضت بالكوفيد على التلقيح قديش يلزم بين برات من الكوفيد باش تعاود تلقح، معناتها قديش تقريبا الفتره؟ احنا توا معناها قلنا 6 شهور. 6 شهور المعطيات راهي علميه تتبدل، ايه توا الوقت الحاضر اخر 6 شهور، معناها اللي مرض يقعد 6 شهور وبعد 6 شهور يولي. علاش؟ خاطر لاحظنا اللي المناعه 6 شهور قدامه ثم نسبه كبيره من الناس مازلت عندها المناعه. هاي به، فهمت، هذا هو على الاقل. شكرا لك الاستاذ الدكتور نزار العذاري على المعلومات القيمة وعلى حضورك معنا، وألف شكر لك وتحية كبيرة برشا 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 لكم الأطباء والناس اللي تشتغل الكل كل كل خاصة في الصفوف الأمامية في الكوفيد. شكرا لكم ويعطيكم ألف صحة وربي يحفظكم الكل وربي يقويكم، خاطر بالحق الحرب ما زالت متواصلة، إن شاء الله إن شاء الله بشوية بشوية أو الفاكسان جاي إن شاء الله بقدرة ربي، وإن شاء الله نتغلبوا على هالجائحة. احنا توا باش نمشي وبحثة الشيف أسمى في الإطلالة الأولى في برنامجنا. عايشك منى، صباح النور مرة أخرى، ورجعنا لكم مع غسيت بنينة برشا، وهذه وقتها عملنا ود البارح حسيت خونات برشا جربوه وبرشا عجبهم وخبيوه منه وبدأوا يعولوا فيه كيف كيف اللي مازال ما خلطش. أوكي يرجع لصباحكم تونسي بتاريخ الجمعة هذه، طب باش يلقى التفاصيل نتاع السيتخونات الكل ومعجون البرتقال ومعجون المدلينة مادامهم مازالوا موجودين في الأسواق. اكبسوا رواحكم الجمعة هذه، يلزمكم تخلطوا تعولوا منهم سينو يدخل مارس تبدا تنقص، وحتى الكاليتي نتاعهم معناها ما عادش تبدا مزيانه كيما توا، ما عادش يكون كعبه البرتقال وكعبه المدنينه راويه كيما الشهر هذايا، مازال عندكم شويه وقت. بيان سور انا يمكن اللي يعرفوني نموت على القارص، نموت على الحوامض الكل بصفه عامه. المره اللي فاتت عملنا الجاتو اللي بالبرتقال، عملت هنا وقتها برتقال قارص وبرتقال حلو، وعملتها بالبومبلوموس اللي هو الزنباع. اليوم باش نعملوا كيك او سيترون ولا جاتو او سيترون في فورما، اي فورما عندكم اي مول عندكم باش نعملوها فيه. انا اخترت هذايا، ما نعرفش كنت راهو فيه برشا هالايامات على مواقع التواصل الاجتماعي الكل يجربوا فيه، مول ياسر ياسر مزيانه وتعطي رجلتها كشبابه، خاصه وقت تكون كما قلت حاجه بالسيترون ولا حاجه بالبرتقال، يجي فيها هذاك الجاتو اللي بالبرتقال بنينه على الاخر، وكنبدلوا شويه سينو المول العاديه نتاع الدار هذيك الفورمه العاديه ونحطوها في الفور، والا مربعه ولا مثلثه ولا كيما تحبوا انتم. اشنو باش نستحقوا؟ عندنا 6 عظمات، عندنا 200 غرام سكر، عندنا 200 غرام زيت اللي هو 200 مليلتر زيت، عندنا 20 غرام خميره، وعندنا لهنا 3 كعبات قارص ريحتهم بالقشره نتاعهم بالجو نتاعهم. باهي هوني باش نعطيكم استيوس كيفاش تريحيوا القارص بقشور وبكل شيء. تشدوا كعبات القارص تحطوهم في الميكرووند،
تخليهم يدوروا دقيقتين في الميكروويند يطراو بالكدا، تخرجوهم تقصوهم وترحيوهم كيما هما من غير ما نزيدوهم لا ماء لا حتى شيء عفوا. واللي ما عندوش ميكروويند يشد طنجره ما تغلي طفيه ترمي فيها القارص وتخليها لين يطرى القارص نتاعنا ويخرج الجو نتاعو على الاخر من بعد نرحيوه بالقشور نتاعو. هوني بالميزان عندي 300 غرام قارص، هنا عندي 300 غرام قارص. نعاود 6 عظمات باش نحطهم يدوروا، عندي 6 عظمات بحراره الغرفه بيان سور. من بين اسرار الجاتو ديما نقولوها خاصه توا في الشتاء عمرنا ما نجيبوا ولا نخرجوا العظم من الفريجيدير. باش نهبط انا توا قبل ما نبدا نحط السكر باش نبدا نخدم العظم نتاعي قبل ما نحط السكر، يوا يعمل الرغوه وانا نحط السكر على 3 مراحل. يلزم هنا 3 مراحل نحطوا فيهم السكر. علاش هنا؟ باش يطلع لنا العظم ويضاعف الحجم نتاعو كيما نحنا نحبوا. كان نحطوا السكر من الاول والعظمه مازال ما تحلتش ومازال ما عملش الرغوه باش يبطا وماهوش باش يطلع كيما احنا حابين. هوني حتى يسرع العمليه نتاع تطلع العظم وقت نحط السكر على 3 مراحل. نعاود ونقول ديما حتى في المرانج ديما السكر نحطوه على 3 مراحل. علاش؟ على خاطر الرغوه هذيك كي تخرج نفهموا اللي العظم نتاعنا واللي الابيض خاصه تحل وبدا قابل انه يجيه السكر باش يذوبوا. خاطر المره الاولى وهي العظمه مازال شاده روحها راهي ماهيش قابله السكر وماهيش قابله باش يذوبوا. هوني بدات تعمل في الرغوه، عندي هنا 200 غرام سكر باش نبدا نضيف فيهم على 3 مراحل ونزيد شويه في الفيتاس. هوني النجمو زاده نفصلوا الابيض على الاصفر ونطلعوا الابيض على الشيره والاصفر على الشيره. كيفاش؟ الاصفر الابيض نطلعوه مع رشه ملح والاصفر مع السكر لين يبيض، من بعد نخلطوا مع بعضهم نكملوا هكايا. هذه الباز نتاع اي جاتو ديما حتى بالفوي مانويل ولا حتى باليد ولا باللي تحبوا انتوما، راهو المرحله الاولانيه نتاع السكر والعظم هي الهامه. البارح شفت فما تساؤلات على الجيلك، باش نفسر لكم حاجه. تقول لك انا كان نحي جيلك فاش نخدم، راهو ما فماش الجيلك في الباتيسخي، معناها اون برانسيب الجيلك راهو ماده صناعيه خايبه برشا، ماده مصنعه خايبه، ماده فيها مواد كيميائيه احنا في غناء عليها. باش تقول لي نبيع؟ بالعكس، انت وقتها وكانك غشيت العباد يعني فضلا وليس امرا. ما عادش استعملوا الجيلك، اخدم كيك باللي تكنيك الصحاح باش تتحصل على الريزلتا اللي انت حاجتك بها من غير حتى اضافات ماهيش طبيعيه. اخدم العظم اذا كانوا الكيك نتاعنا اباز يبدا بالزبده انجلش كيك والعائله هذيك باش نخدموا اون بوماد الزبده والسكر لين يضاعف الحجم نتاعها وكاننا نعملوا في كريم بوغ. واذا كان الباز نتاعها سكر وعظم ونبداو بالسكر والعظم نخدموا السكر والعظم نتاعنا لين يضاعف الحجم نتاعهم ولا يولي حتى 3 مرات من الحجم نتاعو، وقتها ما عادش نخافوا على الكيك نتاعنا والا على الجاتو. طبعا باش نزيد شويه هنا في الفيتاس وباش نكمل نحط السكر. طبعا باش نخليه يطلع انا هوني باش نحط الخميره مع الفرينه باش نخلطهم مع بعضهم. الفرينه قداش؟ ما قلت لكمش على الفرينه. الفرينه عندنا 400 غرام، عندنا 400 غرام فرينه، راهو كبيره هذه المول. سينو انتم تنجموا تعملوا بها نفس الروسيت دو مولا كيك، معناها زوز مولات نتاع كيك هذوك نتاع 18 سنتي ولا 20 سنتي تعمل لكم دو مول، والا تنجموا تعملوا مول واحده والاخرين تعملوهم كيما لي كاب كيك، تعملوهم صغيرونين يجوا شبان برشا قوتيل صغيرات، والا نهزوهم معانا هديه، والا ديما عندي مشكله مع الهديات. هكا صباح الخير. صباح النور. نقص شويه في الفوليوم خاطر باش نسمع فيك. صباح النور. صباح النور. صحوالك؟ ربي ما لاباس الحمد لله. نورت كوجينتك. يعيشك ينورك يا لالا يعيشك، مرحبا بيك. ربي تبعتك في السيترون الاخر مرحله، اخر مرحله مشيت نهز في الاولاد ما خلطتش عليك مدام اسماء. متغش عليا؟ السيترون شبيه؟ في الاخر ما خلطتش عليك. ما خلطتش عليا في الاخر، طيبت السكر في الماء، خذيت مثلا عندي 3 كيلو قارص باش تاخذ عليهم 3 كيلو سكر، 3 كيلو سكر هذوكم تحلهم في ايترا ماء وتخليهم على الغاز يغليوا لين يذوب السكر، كيف يذوب السكر بعد ما صفيت انت السيترونات نتاعك الكونسونتخي تخلطهم مع بعضهم مع السيرو هذاك. من بعد تخليه يبرد تحطه في ديساشي نتاع كونجيلاسيون وتكنجل وعامك مبروك، تجبد من هوني رمضان ما يجرى له حتى شيء وتزيدوا الماء وقتها. عايش يعيشك، نهارك زين، ربي يفضلك، نهارك زين.
بان اللقطه اللي عملتها نتاع التنقيس في الفوليوم غالطه راهو انتما ما تنقصوش في الفيتيس بلوتو نتاع الباتور نتاعكم. اذا كان طلعنا ما عادش نعاودوا راهو تو امانه جوست حبيت نسمعها هذيك غلطه ما تعملوهاش وما تتبعوليش فيها. باه هوني يقول القايل ما فماش سوائل، معناها كيفاش ما فماش حليب في الكيك نتاعنا ولا كريم ليكيد ولا حاجه. هوني لا كونتيتي هذيا نتاع القارص اللي بالجو نتاعو تكفي، ما حاجتيش اكثر ليكيد، حاجتي بالكيك نتاعي يجي موالو شويه. اذا كان باش نزيد نحط له ليكيد باش يشيح، باش يتبخرك ليكيد وباش يشيح شويه. انا حاجتي بحاجه تشبه شويه للموالو او سيترون، مي هاوكا يكون عالي خاطر الموالو عاده يكونوا واتين. باهي هوني زيت شقول لي زيت شنيه؟ ماذا بينا زيت نباتي وين نوتر مايس ولا اللي انتم مستنسين تستعملوه ما يكونش فيه لا ريحه لا مطعم. اللي يحب يبدل بالزبده انا هوني على التكلفه نحاول ديما نعمل لكم اون غوسيت اللي ما تتكلفش برشا، هذه تو تراوها باش تجي مزيانه وكبيره والكل ويوم ميم طون ما تتكلفش. هوني العظم نتاعي سي بون الضعف باش نوريكم كيفاش، وانتم في الدار تخليوها اكثر، تخليوها 10 دقائق، تخليوها 10 دقائق وهو يطلع العظم. باش نوريكم توا هوني ماناش باش نستحقوا لا سكر فاني لا حتى شيء، القارص باش يخدم خدمته ما يغلبوا حتى شيء القارص. نجموا حقا نزيدوا حاجه باش ما ننساكمش، البازيليك الحبق، الحبق مع القارص يعطي حاجه ياسر شبابه، نجموا نزيدوا ورقة حبق، كيما نجموا نعملوا نعناع باش يولي كيما الموخيتو، كيما نجموا نعملوا الكليل، الكليل والقارص بنان برشا في الكيك وفي اللي جاتو. باهي هوني ما شاء الله سي ضعف الحجم نتاع العظمه نتاعنا. هذايا توا اذا كان وصلتوا للمرحله هذايا الكيك نتاعكم عادش تخافوا عليه. باهي توا باش نقص في الفيتاس وباش نوريكم وباقي مازال يقبل راه انه يطلع، انتم تخليوه يطلع ما اكثر. باهي انا هوني شنو باش نعمل؟ باش نصب الزيت باش نقص في الفيتاس وباش نخلط. صب الزيت سايي تحريكه خفيفه وهوني الفرينه نتاعي مغربله هي ولا خميره. باه نجمو اي بيان سور رشه ملح، سؤال ذكي من السيده المخرجه، اي نحطوا رشه ملح على العظم، انا ما حطيتهاش بيان سور انتما تحطوها ونهبط. باهي هوني في المرحلة هذية انتوما ما تركضوش، راني مانيش باش نركض، راهو أبان باش تدخل بعضها الفرينة شوية وباش ننحي، ما نركضوش. اللي يعرف روحه المرحلة هذية مش باش ينجمها سي با لابان. سي باهي صباح الخير يا لميا. صباح الخير مدام لاباس وينك؟ لاباس الحمد لله، أنت لاباس؟ عايش أختي يا حماردي. ربي يفضلك، قل لي. نحب تعاودي بلاي من الاول ما خلصتش على الكيك تعمل فيه تويك. حاضر. باهي ونحب تصبير الخرز خاطر ربي كان تعمل مزيان. باهي حاضر حاضر حاضر. يا ربي يفضلك ونهارك زين. هاي هذه. يعيشك يا ربي. باهي نكملوا المرحلة هذية هك بيدينا ما نركضوش، خنبعد لكم البيتخان. دروك اني نخليوها من هنا. باهي شنو باش نعمل؟ باش نشد هكا الفوي ونخلط باش ما يتركضش الفرينة. من أكبر الغلطات اللي تعملوا فيهم الفرينة كي تتركض ديما نقولها ونعاودها اللي هي تخرج الجلوتين متاعها ووقتها تولي الخبزة متاعنا ملكدة. أهي تكستور باش نتحصلوا عليها بيان سور. فما حاجة ما حطيناهاش، القارص حطوه في الأخر، هو اللي في الأخر. وستخيلوا أنتم الريحة مطولة باش تكون موجودة في وسط الكيك هذايا، ما عرفش إذا كانكم من الناس اللي تحب الحوامض هكا تبدا تهز وتدور. سايي هذه هي القوام نتاعهم باش تكون اللي يكون عاقد شويه خاطرو سيتا كيك. باهي باش نشد المول نتاعي باش نتوا بماغيس والا بسباتول نعاودو نعملو تحريكه خفيفه. سخنت انا الفور على 200 درجه باش نهبطو على 180 نخليه درجين ياخو شوك الكيك نتاعنا ويطلع فيسع باش يعمل لك التشقيقه المزيانه. من بعد باش نهبطو لل 160 درجه باش نخليه ساعه غير ربع. اغزروا لها القوام باش تشوفوا لك كونتيتي قداش كبيره. باش نزيد نعمل انا يظهر لي معاها ديمول صغيرونين
خاطر الكميه كما قلت لكم تبارك الله نتاع 6 عظمات تطيح بالكدا. لا ولا يظهر لي الكل باش نحطها، ها باش نجرب ونشوف. باه توا باش نمشي نكمل نحطها في الفرن. نذكركم بالغوسات اللي هي 6 عظمات 200 غرام سكر طلعناهم لنضاعف الحجم نتاعهم، من بعد زدناهم 200 مليليتر و 200 غرام زيت نباتي ويل نوتر يلزم فيه حتى ريحه، اللي ما يحبش الزيت يحب يعمل زبده يذوب الزبده ويحطها، الزبده من غير حليب يلزم يطيبها. من بعد زدنا 400 غرام فرينه و20 غرام خميره، حركناهم ما ركضناهمش، زدنا 300 غرام قارص كعب مرحي بقشوره كامل بالقلب كل شيء، طريناه شويه في الميكروفون اللي ما عندوش يحطوا في ماء يغلي ومن بعد ينحيه. ان نرحيوهم نخلطوهم في الاخر، الفور على 200 نطيح على 180 نخلي درجين، من بعد نطيح لل 160 نخليه ساعه غير ربع. هذايا الكيك نتاعنا. عندنا غوسات مزيان على الاخر من بعد للناس الكيتو تبعونا، راهي تمشي كيتو وتمشي نورمال باش تعجبكم على الاخر. اقعدوا معنا ان شاء الله من بعد باش نكملوها مع اكثر تفاصيل. يا أسمر يا سكر.